فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لدي مكتب عقار، لدي مكتب عقار، واشتريت قطعة أرض ودفعت العربون إلى البائع، لكن لم يتم تسليم كامل المبلغ ولا الإفراغ باسمي. يقول: وأتاني زبون وقال أريد هذه الأرض، سؤاله: هل يجوز لي أن أبيعها عليه ثم أحوله على البائع الأول وآخذ الفرق أنا؟ لا، ما تبيعها وأنت ما تم ملكك عليها، ما لم يتم امتلاكك لها، لا تبيعها حتى يتم امتلاكك لها. نعم، ما دام ما تم فهي ليست ملكا لك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.